معك يونس بركوت خو مهدي بركوت اللي في حالة اختفاء لحد الآن في شاطئ طماريس زوج. كنت واحد النهار يعني نهار الخميس هذا الخميس الاول الخميس الاخر تقريبا شي 16 يوم هادي اتصلوا بيا الدار قالوا لي راه مهدي. عيطوا عليهم الجندار وقالوا لهم مهدي راه كان في البحر ودخل مع ثلاث دراري صحابو للماء وهو ما خرجش وما عرفوش والدراري صحابو كيقولوا راه توضى. ديك الساعه التحقت بالطماريس مشيت عند رجال الدار تكلمت معاهم قالوا لي ودي راه داكشي اللي فهمنا من الاصدقاء ديالو من هادشي راه اخوكم راه غرق. ولكن في نفس الوقت كنشوف بلي الاجواء تماك عاديه جدا يعني ما كايناش واحد الحاله ديال واحد الانسان راه غرق في داك الشاطئ. يعني نورمالمون كتكون الدنيا مرونه شي شويه وكثرت الهضره هذا كيهضر هذا كيجري يعني شي حاجه كاينه واحد الملامح ديال واحد الانسان راه غرق. ولكن كنتفاجئ بلي الوقت كانت شويه عاديه جدا. سولت الاصدقاء ديالهم قلت لهم فين خليتوا الدري فين هو؟ قالوا لي ما عرفناش. واش كان معاكم؟ كان معانا. ولكن واش غبر؟ كيفاش غبر؟ شفتوه؟ ما شفناش. ما فهمت حتى شي حاجه. صافي انا ديك الساعه قلت قدر الله ما شاء فعل. تقهرت. ما فهمت حتى شي حاجه وانما عندك دوك الدراري بكيت على خويا الوالده تمرمدات في الارض. مشينا للدار. على امل خويا يعني حيت باقي ما قالوش لنا راه ما حتى شي واحد ما شافو راه غرق. على امل الغد لي غريبان او شي حاجه او يلوحوا البحر ولا شي حاجه تكون جديده. دازنا الاول مشينا ما لقينا حتى حاجه. النهار الثاني ما لقينا والو. النهار الثالث بالحد كنت ديك الساعه انا واختي وراجل اختي كنقلبوا تماك وكان معنا واحد في دوك الدراري. واحد في دوك الدراري مشى قصد الماتر ناجورا قال لهم ما درتوش خدمتكم. ملي قال لهم ما درتوش خدمتكم قال لي سير انت ما جيتي عندنا حتى نشوفوا شرطاتكم ما عاد جيتوا عندنا. تما كنت تطرحوا عندي تساؤلات وتقلبت لي الدنيا على سفاعل على يعني ما كيفاش الدري صحابو كانوا معاه وكانوا وسط الماء وملي اكتشفوا راه غبر ما كيقولوا لهم ما جيتوا عندنا تنشوفوا شرطاتكم يعني من بعد ساعتين. وانا سولتهم قالوا لي مشينا ديك الساعه لعندهم وبلغنا باللي راه الدري غرق ومشاو قلبوا عليه وما لقاوش. يعني هنا كاين تناقض. هنا ديك الساعه صافي انا تطرحوا عندي تساؤلات جاو الناس الله يجزيهم بخير اللي كنعرفوهم الناس ديال المنابر الاعلاميه وتكلمنا معاهم التجانا عاوتاني للسلطات كنهضروا معاهم مشينا للزويقيه المدنيه سولنا الماتر ناجور عاود لحينا عليهم وسولناهم على اساس امتى دوك الدراري جاو لعندكم. تكلمت مع السيد صاحبهم اللي كان حاضنهم الرابع اللي كان حاضنهم الحوايج قلت ليه حاول تفسر لي اشنو وقع. قال لي انا خويك والله ما عرفت واش ميت ولا حي واش غرق ولا ما غرقش. يعني كيفاش هاد الناس هادو كاملين ما عارفينش باللي خويا واش غرق ولا ما غرقش وبغاوني انا النيس. يعني ما عرفناش واش دار البحر ولا لا. لو كان غير واحد فيهم يقول لي راه باللي راه خوك راه دار البحر غني على الاقل غني نتسنى البحر يلوح. ولكن انا حتى واحد ما قال لي باللي راه خوك دار البحر. يعني راه كاينه واحد الاحتماليه كبيره باللي راه خويا راه ما غرقش. خرجوا الناس الله يجازيهم بخير المتطوعين والسكان ديال تماك والناس اللي كيجمعوا اللي كترزقوا على الله وكيجبدوا ديك الربيعه تماك. خرجوا بالفلوكات ديولهم. خرجوا الدراري اللي متر ناجور الله يجازيهم بخير تما تطوعوا خرجوا مساكن قلبوا عليه تحت الصخر في ذوك الشناقر قلبوا عليه تحت الربيعه ما خلاو فين قلبوا 16 يوم وهما كيقلبوا بدون ملل بدون كلل وما لقاو حتى شي حاجه. نشفوا لدرجه اليوطنون ديال تماك قال لي انا وليت شاك بلي الدري هذا كان كيعوم في هذه المنطقه هذه وليت شاك وكانت شي حاجه على الاقل بعدا غادي يلفت الانتباه ديالنا شي واحد هو الدري غادي يغوت. كانوا كينعموا مع حدا الناس تقريبا شي 20 ديال الناس حتى شي واحد ما لفت الانتباه ديالو كيفاش. مع العلم باللي واحد فيهم واحد في الدراري في صحابو عندهم الدار في طماريس. يعني سولتو يعني ولد ديك المنطقه تقريبا قلت لي يعني ما عرف والو حتى واحد ما بغى يقول لنا شي حاجه. واخر ما المسجدات هو البارح مشينا والتجينا للدرك وعاودت لهم هذا الشيء كامل. قلت لهم الحاجه اللي كتثير الانتباه ديالي هو دوك الموتور ديالهم فين كانوا حاطينهم واش عند الكارديان على اساس بلي نسول ذاك الكارديان ونقول له واش جا خويا يعني فعلا حط الموتور تما. من الحقيقه نعرف حتى واحد بلي حتى واحد ما قال لي بلي الدري راه غرق. حتى واحد ما قال لي راه شفناه غرق. يعني خاصني نبحث في بلاصه اخرى. قالوا لي ما حطيناش عند الكارديان.
ما يعني الموتور حطيناه في واحد القنت، وانا كنعرف اي واحد كيمشي للبحر كيعول على اساس غادي يضل في ذاك النهار كامل في البحر، يعني ذاك الدري يعني غتحط الموتور ديالك في بلاصه امنه. كيفاش حطيتيه في ذاك القنت؟ ما خفتيش على موتورك؟ ميمكنش. انا خويا كنعرفه عنده الموتور ديالو هو كلشي، علاش؟ حيت هو باش خدام، حيت خدام خويا خدام في جلوفو كيدير لا ليفريزون، يعني هذاك هو طرف الخبز ديالو ما غيقدرش يفرط فيه. كيقول لك حطيناه في واحد القنت، ما خفتوش على موتوركم، وشكون اللي دا داك الموتور؟ حنا اللي ديناه. يعني كاينين 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 بزاف ديال 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 الديكالاج، بزاف ديال ديال الفجاوز. بغيت نعرف انا خويا واش غرق ولا ما غرقش. الطلب ديالي انا هو الناس يعني ديال الوقايه المدنيه يخرجوا يقلبوا، يخرجوا ديك الناس ديال السكافندري يعني يقلبوا الناس، غواصه يعني يعني الغواصه يعني المتخصصين يخرجوا يديروا ديك المسحه باش نحيدوا الشك من البحر. بالخصوص خصوصا ملي قالوا لي الناس تماك، الناس ديال المنطقه، الصياده، الناس ديال الوقايه المدنيه، الجوندارم، كلشي كيقول لي هذاك البحر بالذات ما كيلوحش في بلايص اخرى، كيدي وكيجيبوه في بحر خدام كيلوح. ونورمالمون خصو يلوح في نهار 3 ايام حتى 7 ايام، 16 يوم بزاف. سولت الناس ديال 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 الدارات كيقول لنا اخوك ماشي في حاله غرق، اخوك في حاله اختفاء، ودابا راه البارح راه حلوا التحقيق.